طبعا كان حلمه ان هو يعمل تخطيط عظيم لمكة والمدينة في الوقت. السلام عليكم، النهاردة هنتكلم عن مهندس مصري. الراجل ده هو اللي خطط التخطيط العمران مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومش بس كده، وكمان هو اللي خطط لدبي وابو ظبي. تعالوا معانا نعرف ايه الحكاية. النهاردة هنتكلم عن المهندس المصري عبد الرحمن حسنين مخلوف رحمة الله عليه. الراجل ده اتولد سنة 1924، وهو مهندس مصري معماري اتولد في اسيوط، ويبقى ابن مفتي الديار المصرية السابق حسنين مخلوف. هو اتخرج من جامعة القاهرة سنة 1950 من كلية الهندسة قسم عمارة، وبعد كده اشتغل معيد في الكلية، وبعد كده خد الدكتوراه من جامعة ميونخ. بعد كده سنة 1959 له منصب خبير في الأمم المتحدة لتخطيط المدن في المملكة العربية السعودية. طبعا كان حلمه ان هو يعمل تخطيط عظيم لمكة والمدينة في الوقت، حققت له الظروف اللي تساعده في اللي هو عايز يعمله، وانجز عدد هائل جدا من مشروعات التخطيط العمراني في جده وفي مكه المكرمه وفي المدينه المنوره. بعد ما عمل جزء كبير من المهمه بتاعته 1964 قرر يرجع للقاهره، ونظرا لكفاءته الكبيره في انجاز المشروعات سنه 1965 اتعين في مصر استاذ في قسم تخطيط المدن في جامعه القاهره. الراجل ده كان اول واحد عمل بحث عن اوضاع مستقبل مدينه القاهره والجيزه واقليم عمراني متكامل، وعمل خطط وعمل مشاريع كتيره جدا برضو في مصر. هو اللي خطط مدن موجوده دلوقتي زي مدن العبور والمدن الجديدة اللي موجودة دلوقتي، المدن الجديدة اللي موجودة على طريق السويس وطريق الفيوم. في سنة 1968 طلب حاكم أبو ظبي في الوقت ده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الأمم المتحدة إن هم يرشحوا له خبير خطط المدن ويساعده في الخطة اللي هو بيعملها. طبعا الأمم المتحدة بعتت ليه الباشمهندس عبد الرحمن مخلوف وتعين مدير لتخطيط المدن، والعمل تخطيط المدن في أبو ظبي والعين، والإنجاز ده كله عمله في 7 سنين ونص بس. وفي مايو 1976 اتعين دكتور في كلية الهندسة جامعة الإمارات، ودرس لهم هناك مادة التخطيط العمراني كرم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتعمل له حفل كبير جدا في فندق الامارات. نيجي هنا لنهايه الموضوع. باشمهندس عبد الرحمن مخلوف توفى يوم 14 ديسمبر 2021 في الامارات. عملوا تكريم ليه ان هم عملوا شارع باسمه في اماره ظبي، تكريم ليه. ربنا يرحمه ويرحم موتانا اجمعين يا رب. دي كانت حكايه الباشمهندس عبد الرحمن مخلوف. نشوفكم دايما في فيديو جديد. السلام.